المركب، 7 لقاءات في دوري المحترفين، 6 منها انتهت بانتصارات اتحادية. الأحمر جزء مهم من هذا الشعار، من هذا الكيان. كرة تصل مرة أخرى، تعود مرة أخرى، فيتشو يلعب اللمسة، محاولة بينية باتجاه حمدان على حدود منطقة الجزاء، لمسة على اليسار لكن التمريرة صعبة على منصور، وفي الأخير فيها تغطية وتدخل. الماضية ويلي جيريرمي، ماركوس جيريرمي تصل بعد ذلك على الجهة اليمنى لفواز سكور، معاناة هذه التمريرة على اليمين، تحرك من جانب فواز سكور، فواز بالفعل يصل الكرة، فواز يحاول بناء الهجمة أو فرسان الوحدة، فرسان مكة من أجل الوصول إلى مرمى الاتحاد. كرة عرضية، جودوين على اليسار، من التمريرات في الكرة إلى فواز سكور، سكور بعد ذلك على حدود منطقة الجزاء، ينتظر مساندة، تمريرة لفواز سكور، محاولة وحدوية تبدو خطيرة داخل منطقة الجزاء، محاولة لكن لمن؟ منصور يستعيدها مرة أخرى، الحربي يحاول يمر، يكسب الخطأ، يكسب فيتشيو، محاولة على حدود منطقة الجزاء، بينية لحمدان لكن فيها تغطية. وليد في بناء الهجمة يلعب الكرة، وليد بخشوين على الجهة اليمنى، ممتازة باتجاه السكور، السكور تحرك هنا لجاليري في آخر دقائق شوط المباراة الأول. فواز يحاول على اليمين، السكور بتمريرة بناء هجمة، رومارينيو الوحدة، رومارينيو مر لكنه بعد ذلك أكثر يحصل على خطر رومارينيو، وفقد الكثير من النقاط، عندك نزيف نقاط حاد جدا فريق بعد ذلك عانى في. لازم ننتظر هذا الاتحاد، الكرة البينية تصل مرة أخرى، متراجعين بأكبر عدد من اللاعبين مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، سلاحهم المهم في مستحق بفوز 5 على التوالي برابع مباراة فيها شباك نظيفة.